لك أن تتخيل هذا التوسع الذي يحصل عند كثيرين عند كثيرين من هذه التصاوير التي لا حاجة إليها فضل أن تكون لها إيش ضرورة. إذا ما أكل تصور، إذا ما قام تصور، إذا ما شرب تصور، إذا ما خرج تصور. حتى إنني رأيت في أحدى البلدان في سفرة من السفرات والتقيت ببعض إخواننا السلفيين وأبنائنا السلفيين وهو متحفظ جدا من أمر قد وقع له مع أحد من ينتسب إلى الدعوة من هذه البلاد المباركة. خرج إلى تلك البلاد على أنه يدعو إلى السنة المفترض، فإذا به يجلس مع هذا الأخ، تعال نأخذ صورة جماعية كما يقولون السلفي، ها ما أدري سلفي ولا خلفي هذا ولا كيف خلفي، ها فيتصور معه وهو متمعر ذاك مسكين. حتى لما قال شيخ انصحوا هذا الشيخ، انصحوا هذا يعني يقصده، وطبعا عندهم كل من جاء من هذه البلاد إلى تلك البلاد هو مشيخ وقد لا يكون أهلا لهذا المقام، وهو كذلك هذا يتصور في الطائرة وهذا يتصور نازل من الطائرة وهو يأخذ شنطته وهو يشرب وهو يأكل وهو ينام. سبحان الله، ما هذا الوقت؟ انظر إلى هذا يعني التساهل وعدم التمعر لمثل هذا. ثم إذا ما قلت يا أخانا التصوير محرم أصلحك الله يأتيك بتبجح. الشيخ ابن عثيمين هل أنت مثله في تنزله؟ الشيخ قال لك افعل هذه الأفاعيل، قال لك وأباح لك مثل هذه الأفاعيل وهذه المسخرة، لما لم يفعل هو رحمه الله تورعا أليس كذلك وبحثا عن النجاة، وأباح في حدود ضيقة لو التزمت شروطه ما تصورت. لا تتذرع، هذه الأفعال لا يفعلها إلا رجل فيه رقة، نسأل الله السلامة والعافية.